الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسنتكلم بعنوان موسى عليه الصلاة والسلام القوي الأمين. وسنتكلم أن موسى عليه الصلاة والسلام أجر نفسه عند شعيب عليه الصلاة والسلام لعفة فرجه وإطعام بطنه، وهذه أحاديث نبوية صحيحة بإذن الله عز وجل. وسنتكلم عن بقية اللقاء الماضي، أن ابنة شعيب عليه الصلاة والسلام مدحت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالقوي الأمين، ثم مدحته بأنه قوي أمين. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي لما قالت ذلك قال لها أبوها وما علمك بهذا؟ فقالت إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا 10، وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصى أعلم بها كيف الطريق. قال ابن مسعود أفرس الناس 3، صاحب يوسف حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وصاحب موسى حين قالت ابنته يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبي بكر حين استخلف عمر بن الخطاب قال الله عز وجل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. استدل بهذا جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا باع أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقوله إحدى ابنتي هاتين. واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستئجار بالطعام والكسوة كما جرت به العادة، واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه. الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه مترجما جماعة عليه كتابة باب استئجار الأجير على طعام بطنه عن علي بن رباح قال سمعت عتبة ابن النضر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى عليه السلام، قال إن موسى عليه السلام أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه. عن ابن رباح اللخيمي قال سمعت عتبة ابن النضر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام أجر نفسه لعفة فرجه وإطعام بطنه، ثم قال تعالى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقول أن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت فأيما الأجلين فلا عدوان علي والله على ما قالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك. ومع هذا فلم يقضي موسى إلا أكمل الأجلين وأتممهما وهو 10 سنين كوامل تمة. قال الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال أقضى أكثرهما وأوصبهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فعل تفرد به الإمام البخاري من هذا الوجه. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أتمهما وأكملهما.
عن ابن جرير عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ذلك جبريل، فسأل جبريل إسرافيل، فسأل إسرافيل الرب عز وجل فقال أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فريق شعيب سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيه من غنمها ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قلب لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حسناء. فانطلق موسى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي الصامارية. عن أنس ابن مالك قال: لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما، قال له صاحبه: كل شاة ولدت على لونها فتلك ولدها. فعمد موسى فوضع حبلا على الماء، فلما رأت الحبل فزعت فجلت جولة، فولدن كلهن بقايا إلا شاة واحدة. فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام. وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس بجانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. سورة القصص. تقدم أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما، وقد يؤخذ هذا من قوله: فلما قضى موسى الأجل، وعن مجاهد أنه أكمل 10 وعشر بعدها، وقوله: وصار بأهله، أي من عند صهره ذاهبا، فيما ذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختفية. فلما صار بأهله ومعه ولدين منهما وغنم، وقد استفاد مدة مقامه، قال: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة، وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في الضرب المألوف، وجعل يواري زناده فلا يرى شيئا، واشتد الظلام والبر. فبينما هو كذلك، إذ أبصر عن بعد النار تأجج في جانب الطور، وهو الجبل الغربي منه عن يمينه، في قوله لأهله امكثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا، وكان والله أعلم رأى دونهما، لأن هذا النار هي نورا في الحقيقة ولا يصلح رؤيتها لكل أحد. لعلي آتيكم منها بخبر، أي لعلي أستعلم من عندها الطريق أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم
إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بقية قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.